مواجهة فيروس كورونا في العراق بدأت تأخذ شكلا جديدا، فبعد أن كان تلقي اللقاح اختياريا أضحى إجباريا، خاصة على موظفي القطاع العام، إذ يقضي التوجه الجديد باعتبار الرافضين منهم لتلقي الجرعات متغيبين عن العمل، بما يؤدي إلى الاستقطاع من مرتباتهم. وزارة الصحة أعلنت عزمها إطلاق الوثيقة الدولية للتحصين ضد فيروس كورونا التي تعطي مميزات عدة لمتلقي اللقاحات. يأتي ذلك بعد إعلان وزارة الصحة التعاقد لشراء 12 مليون جرعة من لقاح فايزر الأمريكي، تأتي تباعا خلال الأشهر الستة المقبلة. هذه الوثيقة ستسهل إجراءات السفر من وإلى العراق، وطبعا ستكون ضمن اتفاقات دولية معمول بها مع كل الدول اللي يتعامل معها العراق من ناحية السفر، طبعا بشأن تسهيل إجراءات العراقيين داخل وخارج العراق الذين يتلقون اللقاحات ولمتابعة أخذ الجرعات سواء كانت الجرعة الأولى أو الثانية. هذه الإجراءات أتت بسبب تدني مستوى الإقبال على اللقاحات، والذي يعزوه متخصصون في مجال الصحة إلى محدودية الجرعات ومنافذ منحها، ما يضطر الراغبين بأخذ اللقاحات على الوقوف بطوابير طويلة وأحياناً من دون نتيجة تذكر، إلى جانب معلومات خاطئة يتم الترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما تنشغل السلطات الصحية بمواجهة هذه الحملات المضللة والمعلومات الخاطئة عن اللقاح وداء الفطر الأسود. هذا المرض هو موجود حتى قبل ظهور كورونا، وأيضا ما إلى علاقة بالإصابة بكورونا، لكن أشخاص اللي مصابين بكورونا وعندهم أمراض مزمنة كالسكري وغير مسيطر عليهم، مناعتهم منخفضة، يكونون أكثر عرضة للإصابة بالفطريات بشكل عام إذا ما تم مراجعتهم للمؤسسات الصحية في بداية المرض. يذكر أن العراق سجل عددا من الإصابات والوفيات بالفطر الأسود دون توفر إحصاءات رسمية تحصر أعداد الإصابات والوفيات بهذا الداء. وتفيد إحصاءات وزارة الصحة بأن عدد متلقي اللقاح في أدنى مستوياته ب 700 ألف من أصل 40 مليون عراقي، ويقول متخصصون إن العراق سيحتاج وفق هذا المعدل إلى نحو 50 عاما ليصل العراق إلى نسبة 70% من إحصاء السكان. يوسف الحسيني، الحرة، أربيل.